طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا. وإلى العناوين: اجتماع موسع بالعاصمة عدن يناقش سبل تحسين وتنشيط خدمات موانئ عدن. محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لقيادات الأمن والشرطة بساحل المحافظة. تدشين فعاليات اليوم العالمي للقلب مؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا. مؤسسة متطوعون تختتم مشروع سلوك حياة بالمكلا. إصابة 4 أشخاص في حريق نشب بميناء الشحر.